تتميز سلطنة عمان بالعديد من المقومات السياحية الفريدة والغنية، كالجبال والسهول والصحاري والرمال الناعمة والشواطئ الرملية الممتدة على بحر عمان وبحر العرب. والتاريخ العماني تاريخ عريق، وقامت بها حضارات مختلفة عبر الأزمنة والقلاع والحصون، شاهدة على عظمة هذا التاريخ. يقع الجبل الأخضر في نيابة بركة الموز بولاية نزوة بمحافظة الداخلية، ويبعد عن العاصمة مسقط 152 كيلومترا، أي ما يقارب ساعتين بالسيارة حتى وصولك المكان، ويبلغ ارتفاعه تقريباً 3000 متر عن سطح البحر. أضاف هذا الارتفاع مناخاً فريداً من نوعه بالخليج العربي، يتميز باعتدال درجات الحرارة صيفاً وبالبرودة الشديدة شتاءً، حيث تكثر أشجار الرمان والمزارع المتنوعة لمجموعة من النباتات التي عادة تنمو في المناطق الباردة، ويمكنك مشاهدة السلاسل الجبلية الشاهقة على مد البصر، وخاصة عندما تشرق عليها الشمس ومصحوبة بالضباب الخفيف بين هذه الجبال. تقع استراحة ستون هاوس في مركز المدينة في الجبل الأخضر، وهي عبارة عن فيلا تعد إحدى بيوت الضيافة، وتتكون من مجموعة من الغرف المجهزة والمؤثثة بأحدث سبل الراحة العصرية. تحتوي بعض الغرف على سرير كبير مجهز لشخصين، وبعضها يحتوي على أسرة مزدوجة منفصلة مع وجود المرافق العامة لكل غرفة، هذا بالإضافة إلى قاعة استقبال، كما تتوفر حديقة عامة في المنطقة مجهزة للعب الأطفال، وجلسات واستراحات موزعة على جوانب الحديقة. عندما تكون وجهتك إلى الجبل الأخضر، استراحة ستون هاوس هي الخيار المناسب لك لقضاء أوقات من الراحة والاستجمام.